حلقات مضايقيننا فيها، اسال الله السلامه والعافيه. كويس، دين بشرور في الاعلام، قناه النيل الازرق تنشر الكفر بالله عز وجل، قناه السودان العامه غير من القنوات ينشرون الكفر بالله عز وجل. زول بيجيب في قناه النيل الازرق يقول شيخنا ربنا اداه الدرجه الكونيه، يقول له شيء كن فيكون. ده في اعلام السودان، ده في بلد يقول لك اكثر بلد يصلوا على النبي، ده التوحيد ما عارفين. فهمت؟ فناس بلد تعبانه وجاي موسم، ها يقول لك يا اخي العمادي موسم مولد الحبيب المصطفى عليه الصلاه والسلام، ما عندكم علاقه مع الحبيب عليه الصلاه والسلام. والله يا صوفيا ما عندك اي علاقه مع النبي عليه الصلاه والسلام. النبي عليه الصلاه والسلام قال، اسمع يا صوفي انت اللي بتحتفل بميلاد النبي عليه الصلاه والسلام، قال النبي عليه الصلاه والسلام اذا سالت فسال منه اسماعيل الولي، اذا سالت فسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله، واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لا ينفعك الا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك، وفعت الاقلام وجفت الصحف. ده كلام النبي عليه الصلاه والسلام. الصحابه يقولوا لا، كلام كلام النبي عليه الصلاه والسلام دخلوا بيت يعملوا بكلام البره بناد الشيوخ بدعينهم. كويس، فدال ما عندهم علاقة مع النبي عليه الصلاة والسلام، بل المصيبة حقهم قالوا ماشيين يدعو الكفار إلى دين الصوفية. والله يا زود الحمد المنتصر والجماعة شلة ديل قالوا ماشيين أمريكا، ديل أنت عارف ماشيين يدعو الأمريكان من الكفر الأصغر إلى الكفر الأكبر بتاع الصوفية. والله يا ديلك أخطر، شفت الصوفية بدعينا ديل أخطر من ديلك. والله يد انا اقول لك الكلام ده ما ساكت ما ساكت، لانه ذلك عقيدتهم ان المتحكم في الكون الله. امشي اسال اوباما قول له الكون متحكم فيه منو؟ البنت جانا من يا اوباما يا عمر المنتصر. اوباما يا غلطك والله، تجوا راجعين ساكت يا صوفيا غلطك. لو قلت له السجود لغير الله يجوز يقول لك الكلام ده ما بجوز. والله اوباما يا غلطك يا صوفي. فهمت؟ فديل ماشيين يغشوا الامريكان تاني، يمرقون من كفر لكفر، ما عملوا اي حاجه. فهمت؟ كان مستجير من النار بالرمضاء، او المستجير من الرمضاء بالنار، كلهم واحد. فهمت؟ كفر لكفر، ما في اي فرق. شفت اشراك بالله عز وجل؟ ماشيين يدعو له ناس اوباما هناك. هنا البلد دي ما فيها ناس برضه دارين دعوه، انت ماشي امريكا ليه؟ البلد دي ما دارت دعوه يا احمد المنتصر لو انت عارف فيها، لكن اصلا ما عندك حاجه. دعوتك ودعوه الامريكان واحده ما في فريق. فهمت؟ فما تغش المسلمين ولا تغش الناس. زي بتاع اعلام ساكت وبهرجه قالوا هجره الى امريكا، هجره الى امريكا وفي هجره الى امريكا في الاسلام. الهجره دي كانت من وين؟ من مكه الى المدينه، لكن هجره الى امريكا ده ما في الاسلام. ابجد لك تهجر امريكا ساكت. قال ماشي قدم دعوه، قالت هي دعوتك. المهم على كل حال ان الصوفيه دين البدعو له هو دين النصارى ودين اليهود. بدعوا الى عباده غير الله ويدعوا الى القباب والاضرحه وهي من عمل اليهود، كما اخبر النبي عليه الصلاه والسلام. قال النبي عليه الصلاه والسلام أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره وعلقوا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. النبي عليه الصلاة والسلام قال أولئك شرار الخلق عند الله. أم سلمة قال لها ديل أشر خلق الناس اللي بيبنوا القباب والأضرحة. كويس؟ فديل الصوفية كويس؟ نفس الشغل، فرقك شنو ده يعني؟ ده نفس الشغل بتاع اليهود والنصارى، نقلوا له الصوفيه بشعار الاسلام، ده الفرق. انه بدل يقول لك لا اله الا الله محمد رسول الله المكاشف ولي الله، ده الفرق. لكن واحد فهمت؟ وجهان لعمله واحده، نسال الله السلامه والعافيه. فدين التصوف دين باطل، والمولد الجاهله ده مولد بدوي.
والموضوع يطول وأنا أترك الأخوة يفصلوا في هذا الموضوع. جزاكم الله خيرا وأقدم ذنبي إن شاء الله.